يقول يا حواء يا حواء لا توافين آدم ترى يخون. بيهم تعبنا يضيع لو نمطل عيون. لا والله والزعلين عتشن وفمنين والنوب جنقال صار الشغل زي الله. لو بيدي والقرآن ما خلي رجال ولك إيش حصلنا منهم غير بس شلت الحال. ها شمعوذة كم إمام رحت وطلبتي هسا الرجل مو زين لما نفكتي. يا أخي غسل وطبخ وأطفال غسل وطبخ وأطفال هم سهلة قلنا بس ويا عمتي شلون لو ما عزلني. مش انت بالتجواد حسبيها امك لو كون اصيله وحوق قابل تذمك. لا تزعل انت شبيك بس نعزل الريد لو بس وحدنا نصير اطلع لك العيد. طلعي لي خوب العيد وانت بغرفتك غير المشط شهرين ما مر قدرتك. ما لحق على البيت كل ساعة خطار اش ما فكر اهتم بيك القى الوقت طار. إن شاء الله قابل هيك من حل الاثنين يضرب بعض نسوان ما تسوى فلسيه. طلقني آه طلقني طلقني ريد ارتاح والغايب لكم بس ابني يبقى وياي ما يبقى عندكم. ما طلقك لو مو رغبتك اخذ عليك اثنين واخذ غرفتك. وكل كل عقلك انت تريد تاخذ واخليك. شو سوي كل عقلك انت تريد تاخذ واخليك شويه نفط على الراس وبموتي ابليك. بالعكس راح ارتاح حسبالك اهتم اخذ عليك اثنين وانت بجهنم. تعرف راحت ان شاء الله حتى بجهنم حتى بجهنم. راقي حبيبي حبيبي انت الارقى حبيبي وشهودة مبدعة والله اثير انت المبدع مبدعين وراقين يا حبيبي شايف